هذا مع فريق الكونغو طبعا النتيجة تاعو عندها أهمية لتحديد المرتبة الثانية. دونك احنا على كل حال رغم أننا عندنا 3 نقاط ولكن إن شاء الله نسعوا باش نتأهلوا في المرتبة الثانية بنتيجة إن شاء الله مرضية وتكون في صالح. كما قال المدرب الأول هدف هو مسطر، يعني الفوز مع منتخب الكونغو والتأهل كارت فينال. يعني حنلعبوا أمام منتخب قوي محترم. المدرب درس المنتخب وراح يعطينا تعليمات اللي نطبقوهم. لا احنا نديروا اللي علينا والتوفيق دائما يأتي من عند الله.